كيفي وانا اندرمان في المونتاج كل شيء يصير. تبي تصير اندرمان تصير اندرمان. وحياك الله يا عزيزي المتابع في حلقه جديده من ارت ماينرز. في الحلقه الماضيه يا عزيزي المتابع لعلي جبت العيد. اللي صار يا عزيزي المتابع بكل بساطه تحديت ذياب بانه كل اشتراك يساوي حب الدايموند، ولعلي جبت العيد. اطوع عليكم واحرق لكم حلقه سوينا كثير اشياء في الحلقه، يعني تابعوا وشوف كم اعطيت ذياب دايموند. حط لايك اوكي. السلام عليكم. هلا والله. أنا قدامكم هذا اليوم راح يصير دايموند كثير راح يصير دايموند كثير مرة 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 كثير. طبعا قاعد ادور على ذياب عشان اعطيه دايموندات ونشوف كم المقطع جاب مشتركين، ولكن ذياب الان مو موجود، ما ادري وينه صراحة، نايم صاحي. تخيلوا احد ابعطيه دايموند ونايم، ادق عليه صحيح من النوم. اذا ذياب جاء باذن الله نروح عنده ونعطيه دايموندات ونشوف عاد كم جاب المقطع اشتراكات. ولكن باذن الله اليوم عندنا في اشياء ثانية نبي نشتغل عليها عشان نبدا ونقول بسم الله. خلينا نبدا بالاشياء البسيطة والتخطيطات اللي ها بديت اخططها لمنطقتي. طبعا بديت اخطط لمنطقتي يا جماعة الخير على شيء جدا 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 عملاق راح ينبنى في منطقته، صدقني يا عزيزي المتابع راح يعجب. شايفين الدائرة هذه اللي هنا قاعد اخطط لها وبادي انظف فيها؟ شايفين منها الدائرة من هنا تبدا تقريبا كذا الى تقريبا من ورا الى شايفين هذه كلها، هذه يبي لها اسويها فلات او خلينا نقول على ليفل 66. الليفل هذا اللي هو على الليفل هذا 66 باذن الله راح ينبنى شيء عملاق هنا. المفروض الشيء هذا يعني هذه الحلقة، ولكن نظرت كذا الشيء مرة عملاق، ياخذ مني وقت. اول شيء تنظيف المنطقه هذه، شايفين المنطقه اللي قدامكم. ثاني شيء تجميع موارد، المشروع كبير اوكي. المشروع مره كبير يا جماعه الخير، فمره مره ما يمدينا اخلصه في حلقه اليوم، ولكن باذن الله الحلقه الجايه هي الحلقه اللي بعد باذن الله نبدا في المشروع هذا. وتابعونا على التويتش يا جماعه الخير، راح تلاقوا قناتي تحت اوكي. تابعوني ضروري على التويتش عشان اسوي بثوث اشتغل على الاشياء هذه في البثوث، يعني اروح انظف المنطقه هناك نقدر نرجع ونجمع موارد المشروع. هذه تقريبا كلها اشتغل فيها على التويتش ونسولف ونطقطق والاشياء هذه. فاذا تابعنا على التويتش عز المتابع، ودي اروح السبون صراحه واشوف شيء بناه سديد صراحة جدا اسطوري، ودي نبدا نسوي شيء فيه، يعني اللي هو الهب حق المودرن زائد اللي هو انجازات السيرفر. ابيكم تساعدوني في هذا الشيء. خلينا نشوف انجازات سبيد. الاسطوره سبيد عندنا هنا 1,374,000 ما اعرف اقرا 1,374,364 مشترك. ما شاء الله يا سبيد، الحين كم وصلنا؟ احنا كم وصلنا مشتركين يا جماعه الخير؟ الخير بنوصل 1,500,000. فلو سمحتم يعني شدوا حيلكم على الاشتراكات، مو مشتركين ترى 70% من المشترك عندي في القناه اشترك عزيزي المتابع. حنا موصلين 1,390,000. طبعا هذه سبيد اظن محطها من زمان، فاكيد زاد سبيد هنا، ما ظنيت زي كذا اكيد زاد يعني. هذه اشتراكات خلينا نخليها على جنب، الاشتراكات راح تزيد. اللايكات صراحه انا شيكت عليها، شيء زعل صراحه. ما شاء الله سبيد، الله يضرك سبيد يا رب يجيب اكثر بعد. وما شاء الله 25,000 لايك. انا للاسف اكثر حلقه عندي في ارت مايز جايبه 12,000. شيء زعل انه اللايك ما راح يضرك عزيزي المتابع، فحطيت لايك الان يعني شيء بيساعدني وبيسعدني الاثنين مع بعض. وفي عندنا 600,000. اوه ان شاء الله سبيد مكسر 600,000 بلوك. كيف اعرف هذه؟ هذا مجموع كله كامل؟ والله شكله مجموع كله كامل يا جماعه الخير. انا ما ظننت موصل 600,000. ما ادري يمكن موصل يمكن لا. الترا هذه عاد مستحيل اجيبها لانه شوي صعبه، ولكن احنا عندنا انا شيء اول ما شفت هذا الشيء جاء شيء في بالي واحد، جبنا الاكسلوت الازرق. هذا شيء مره يعتبر انجاز في السيرفر صراحه، انا اشوفه انه جبنا الاكسلوت الازرق. فهذا الشيء من الاشياء اللي راح نحطهم باذن الله في المكان هذا. ولكن اول شيء ودي احط سكن زي سبيد، بس ما عندي راسي، ما عندي الا واحد، والواحد هذا تحت الويستون، فلازم اجيب واحد ثاني. صراحه ما ودي ازود الواحد هذه، بس احس اني مضطر اني ازودها. هذه خلاص البطوله خلصت اصلا وما لها فايده، فلازم نقتل نفسنا وناخذ الراس ونبدا نحطه هناك ونبدا نحط ايش بعد؟ ابي اجيب راس الاكسلات الازرق اوكي، بحط راس الاكسلات الازرق هناك ان شاء الله على سبيد ما يسرقوا اوكي، لان راح يصير في بزنس بيني وبين سبيد عشان ياخذ الراس. ان شاء الله ما يسرقوا، ممنوع السرقه. اذا سرقوا اذا انسرق الراس ما في الا سبيد، نقول من الحين. طب اول شيء ودي افضي اغراضي عشان نقدر يعني نموت نفسنا وناخذ الراس بعد. هذا اخر واحد، هذا اخر واحد. مت هم رازي. هلا والله شكرا اوكي، اخذنا راسنا يا جماعه الخير. الان يمدينا نروح نحط الراس هناك، بس يبي لنا ارمر ستاند. ناخذ حبه من هذه، ناخذ استكات ونسوي لنا ارمر ستاند. صراحه يعني ودي البس دايموند صراحه، لكن يعني ما اقدر. صدقوني راح ادلع والبس نظارات، بس صبركم علي. انا قاعد ادور حاليا دروع الجولد اللي لبستها في البطوله، اذكر اني حاطها في الطرف الثاني هناك عند الاغراض اللي هنا اللي دائما اجمع من الشجر كين. ايوه هذه، بسم الله يا سلام يا سلام. وحنا رايحين خلينا نقتل اكسلات الازرق اوكي، نقتل اكسلات الازرق
هوبا معيش اكسلوتل شكرا لك. اول اراس اكسلوتل ازرق ليتس جو. هذه نسميه اول شيء نبي نسميه بلو اكسلوتل هولدر ريكورد هولدر فيرست بلو اكسلوتل. الله فيرست بلو اكسلوتل هاشتاج واحد. يا سلام نروح المودرن. السلام عليكم. بتك جنب سبيد هنا في المنطقه هذه. اوكي اول شيء نجيب هذا الاسطور نحطه في النص هنا. هات رازين يا سلام ونلبسه اللبس هذا الجولد بوم. يا سلام يا سلام. ونجيب اول ايتم فريم نحطه هنا ونحط راس البلو اكسلوتل فيرست بلو اكسلوتل. يا سلام والله شكله رهيب. واكتبوا في الكومنتات يعني الاشياء الارقام يعني ممكن مسوي رقم كذا في انجاز بالسيرفر وانا ما ادري عنه صراحه. يعني انا اذكر انه انا عندي جولدنبل مطورات كثار. اوكي فما ادري هل انا الاشياء الجولدنبل هولدر يعني اكثر واحد عندي الجولدنبل المطوره ولا في ناس اكثر مني ما ادري. اكتبوا في الكومنتات ارقام كذا حطمناها بالسيرفر وانا ما ادري عنها. فهمت يعني ما ادري ساعدوني انا يمكن في اشياء ناسيها ولا شيء زي كذا. وعلى طاري الاكسلوتل الازرق عندنا هنا لقطه حاليه راح تطلع لكم كانت البث المباشر ضفنا فيها اسماء الداعمين يلي دعمونا في البث المباشر واللي انتسبوا عندنا في القناه قبل البث واللي في البث انتسبوا واللي سووا خاصيه الشكر في الكومنتات في الحلقه الماضيه حقت الاكسلوتلات حطينا اساميهم كلها هنا فلقطه سمينا اساميهم كلها وقعدنا نحطهم هنا. يا سلام فهذه راح تطلع لكم لقطه صورتها من البث المباشر وحنا قاعد نحط الاكسلوتلز الرهيبين ذول مثلا هذا ار تي جي والباقي ترى موجودين كلهم. روحوا للقطه وارجعوا لي. طيب وجا الوقت يلي راح نضيف فيه اسماء الداعمين اللي عندنا الفتره الاخيره جبت من اليوتيوب جبنا من تويتش من المنتسبين من خاصيه الشكر وناخذ الاسماء الرهيبه هذه كلها. دا حيدر عندنا دانا بتصير بينك يلا ما عليه. عندنا فالكون ديكستر اوراد عندنا فاطمه قاسم نوره من بعد فيه شاهد من بعد فيه يوم نجيب بعده عندنا احمد عندنا حمود عندنا يا الله اسمك نسيت اسمك ايش كان اسمك تف اقول اسمك ما يطجي جيمر يا رب قلت اسمك صح. سليم عندنا كيو سيلفر عندنا سالم الله يسعدكم يا شيخ باقي عندنا بعد ياب في باقي عندنا هنا حمكس عندنا بلاك وولف ار تي جي الحمادي هافيوتيوبر وخلصناهم والله يسعدكم جميعا واكثر عدد تقريبا 50 قاعد تسمعون. لسه والله عرفت تختار شوف اختار وعد بنك عشان تكون من بنشيلها. بشكر مره ثانيه كل الداعمين للقناه هذه يا جماعه الخير يعني دعمكم هذا القناه قاعده تتطور اكثر واكثر فشكرا لك يا عزيزي المتابع وباذن الله الاسامي في الحلقات الجايه راح نبدا نضيفها اكثر واكثر. ويا جماعه الخير شكله دابا مطول ايش رايكم نبني لعبه؟ بما انه من زمان ما بنينا العاب يعني بنينا لعبه بالسيرفر هذا وما بنينا ثانيه وصل لعبه ما شاء الله قد جبنا ارباح مره كثيره صحيح اليوم راح ناخذ ارباحنا بعد من المحلات والحبشكلات هذه فجت في بالي فكره لعبه جدا اسطوريه واحس يعني ممكن تكسبنا فلويس راح اخسر دائما كثير انا داري اني راح اخسر دائما كثير. طب راح اعطيكم اسم اللعبه ولكن ما راح اشرح لكم اياها الين يعني نبدا نبني فيها ونلعب اشكالات نبيل اجمع لها شويتين موارد. اسم اللعبه افعى اللافا. بيجي واحد يقول لي عباد ايش اسم اللعبه الغريبه هذه يعني معليش يعني اسمع عليكم باذن الله اللعبه اسطوريه وحتجيب لنا مرابح دسم الشارب وعلى اسمها يعني تحتاج لافا فعلى الاغلب ودي اجمع لي اقل شيء شولكرين اللافا فعليا نحتاج ناخذ باكتات 16 كم 20 ها الو رضيات 32 صح بس نحتاج جهاز صراحه يعني ما تكفينا فنجينا ناخذ خلينا نقول بوم زي كذا وبسوي هذه باكتات انا اكثر شيء سويت تخنت الايرون في الباكتات يا ساتر اظن كذا يكفي عدد زياده اصلا. وين نروح للنذر؟ اول شيء نبدا نجمع النذر رايت وبسم الله نروح للنذر نجمع لافا انا ودي الاسبوع الشباب صراحه والمكان المعتاد اللي دائما نجمع منه لافا شايفين كيف بس المره ذي بنروح للمكان هذا لانه المكان هناك خلص وبكذا جمعنا شولكرين وما ادري ليش احس انه احتاج زياده كملهم ونكسر شولكراتنا ونرجع للبيت. عدنا الى المنزل خلينا نحط اللعبه ذي هنا اوكي ونبدا نجمع الموارد الثانيه اللي نحتاجها. نحتاج الباقي تقريبا عباره عن سلابات كوارتز نحتاج تقريبا ستاكين من الكوارتز سلاب بهذا الشكل يا سلام يكفي ستاكين ارجع الباقي هوبا هوبا ونحتاج 3 ستاكات لايم كونكريت يا رب انه عندي اوكي عندي ستاك والباقي ما عندي للاسف يعني بس عندي لون لايم اي ما عندي الله يقطع بليز تكفي هذه تكفي يا الزلم
كيف يا هذا الله يسعد؟ لا ما كفت. اوه عبادي مستانس، اوه مستانس، انقصت علينا. ما عليه الامور تمام بما انه عندنا كاكتوس. نحرق كاكتوس على السريع، وبعد نحتاج تقريبا حول الستاك جرين كونكريت، هذه تكفي ما نحتاج زياده. ونحتاج بعد ريد كونكريت وبلاك كونكريت حبتين، ونحتاج اربع بلوكات دايموند. يعني ما عليه راح نشيل من الميزانيه شويتين. اوكي شفت الدايموند اللي عندي صح؟ شفتوه صح؟ ان شاء الله انه ما يروح كامل الذياب، لو يظن لي شويتين على الاقل شويتين. نحتاج بلوكات جولد يلي ما عندي، على الاغلب راح نضطر نروح نشتريه من بير، عنده محل اذكر يبيع فيه بلوكات جولد. فخلنا ناخذ هذا بلوكات زياده، نشوف عاد ما ادري كم السعر صراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونروح هذا هو المحل. تحط الدعي التعدين، حلو والله فوق صح؟ اي والله ذا هو فوق. يا سلام يا سلام. طيب حنا نحتاج تقريبا كم بلوكه؟ نحتاج تقريبا 20 بلوك. تو ستاك وان دايموند، تو ستاك وان دايموند. طيب خلنا ناخذ، اوكي هوبا اوكي، تستاك وان دايموند. فواحد اثنين نحط حبة دايموند. اوه تحت الدفة، تحت الدفة. طب هذا تكفيني، هذا انا ما تكفيني. الو ما ادري. طب اعطنا ستاكين زيادة، ما عليه. اجيك الحين مدفع تقريبا حبتين دايموند. نجي هنا وان تو حبات دايموند، وابي كرافتنج تيبل عشان اشوف هل راح يكفي ولا ما راح يكفي. اجرة طبيعية ما فيها اي شيء. اوكي 28 بلوكة، الامور تمام، بيرفكت البيرفكت. ارمي ظل ما بيهم. اذا تقريبا جمعنا موارد اللعبة، ناقصنا بس تقريبا بس نحول لكونكريت ونكمل الكونكريت اللايم، وامورنا تمام عشان نبني اللعبة. وعدنا ليكم في منطقة الألعاب، واخترت منطقة مناسبة صراحة في الجهة الثانية تمام، المكان الرهيب هذا اللي هنا. أشوف أنه مكان مرة مناسب، نظفته بشكل مرة سريع. أظن إحنا جاهزين بأنه نبدأ نبني الأفعى. إيش إيش كان إيش سميتها؟ الأفعى النارية صح؟ والله ما نسيت إيش كان اسمها والله. الأفعى التلاب، أفعى نسيت. طيب أول شيء ودي ناخذ بلوكات الكوارتز بهذا الشكل عشان نحدد الطريق. طبعا هي تعتبر شبه متاهة، ولكن مو متاهة. اوكي هي متاهة بس مو متاهة، متاهة تسوعة تخسر. ممكن ضحت لكم الفكرة، راح توضح الفكرة مع البناء. فبسوي لنا متاهة صغيرة او طريق بسيط يمشي عليه اللي راح يلعب اللعبة. اول شيء اوكي خلينا نبدا نمشي 10 على قدام، ننهيها ب10 بلوكات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والأخيرة نزودها حبة سلاب، وتقريبا هذا الممشى اللي راح يمشي عليه اللاعب. شكله مرة رهيب. أو ماي جاد، سير اصبر الموبس، لازم أنام. الخطوة الثانية طيب الخطوة الثانية ناخذ اللايم كونكريت هذا والجرين كونكريت، ونبدأ عاد نشكل شكل أفعى. ما راح ناخذ البلوكة هذه، راح نطلع مع الطرف هذا تقريبا على الجهتين يمين ويسار بهذا الشكل، إلى ما عاد ما نلف على تقريبا الأفعى كاملة إلين قدام. وبدأ يبان أظن عندكم شكل الأفعى. وباقي في شيء ما ضفناه اللي هو لسان الأفعى. بعدين هنقول زي كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، كذا. يا سلام، بوم 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 بوم، يا سلام يا سلام. طبعا اللي بيطلع من داخل انا اقول لكم ايش راح اسوي، وهو شبه تريك يعني، ولكن اموره تمام، راح تصير راح يطلع بسلام. في بلوك ناقصه هنا، هوبا، اللي هو الشيء الرهيب هذا، هوبا هيطلع زي كذا. حلو حلو، عشان شكل لافا بعد يطلع كويس احسن يعني. باقي علينا حاليا نوزع اللافا على الاماكن هذه كلها، وراح يكون تاخذ منه شويتين وقت، ولكن باذن الله سهلات. طبعا المناطق هذه يبين لنا بعد نعبيها زي كذا. اوكي كذا اظن بيرفكت، امورنا جدا تمام، بس باقي نعبي لافا. بسم الله انا جبت اللافا. حلو والله، الظاهر المكان ما يكفي له شلكرين، يبي له اكثر. تو خلصت الشلك الاول وما خلصت نص الطريق. اوكي خلصوا الشلكرات وباقي فعليا ما وصلنا طرف واحد. انا اخذ الشلكرات ونروح نجمع. وعدنا ليكم بعد ما خلصنا اللعبة، ولكن جبت معي اثنين من الشباب الاساطير بالسيفر. هلا والله ريل، وينك؟ تعال. اهلا حياك الله يا عبد. وباقي عندنا سعيد. وين سعيد؟ يا ذاني اشوف، هلا هلا هلا، منطقة الالعاب انا وينكم؟ وراك محن هنا هنا العاب. ايش تدور؟ هلا والله، ايش رايك؟ طيب يا جماعة الخير جبتكم علشان نجرب اللعبة. لا لا حط حط، شوف انا خلقي انا مطفر اوكي، حتى يعني اذا ذياب احتاج من قدام هذا بجيب اشيله يعني. اخ صداع، والله تعوضه تعوضه يا سراج يا حرامي.
والله ناس في عبادي لك هذه الرؤوس حقك. الله يقطع ابليسك يا الله، اسخ بالله الرؤوس هذه. يا رده لي مره قد بطيد مره قد بطيد دام مصدق انها بلوكات. الله يقطع ابليسك والله انه تبان بلوك قدام انت. الله يقطع ابليسك. اوه يا حبيبي عاد سعيد مع الله يهداك، ما لقيت الا تمزح. قلت عبادي يمزح معاه في اي شيء الا الدايموند. والله بثلاث الحلقه هذه، جايبكم علشان نجرب اللعبه هذه تمام، متاهه الافعى الناريه. فهل هي سهله ولا صعبه؟ صعبه وعلى موجبها، وبنشوف هل هي سهله ولا صعبه، وبنحط التسعيره. ايوه راح نجربها مع بعض. تبون نتحدى تحدي مع بعض؟ نتحدى عادي، ما عندي مشكله، بس يعني انا طفران. تحدي من طرفكم ما عندي مشكله. اسوي روحنا مع عطيف وخلنا يفوز، نخليه سهل اللعبه بعدين حنا. لا يا وسخين، لا يا وسخين، ما في دامن، ما في دامن. خلنا نلعب كل قوة عشان نفوز عليه. اقول العبوا زين عشان نعرف تحط تسعيرة زي الأوادم. ليش مطر؟ ليش المطر جاء؟ ما يبي يروح المطر هذا؟ مطر مطر يروح. صحنا انت، صحنا لين يروح المطر. كيف يعني الموت الواحد كيف؟ هذه اللعبة عبارة عن، او حتى ما شرحت للمتابعين. او ماي جاد، بشرح لكم اياها مرة واحدة. انا شرحت للمتابعين ممكن فهموها يعني وانا قاعد ابني، ولكن بشكل مختصر اللعبة عبارة عن المتاهه تمام. انت راح تمشي على البلوكه هذه تمام، بدون شفت. اوكي بدون شفت، بدون استخدام فاير ريزيستن. اوكي هذه الثنتين حتمشي زي كذا يا حبيبي، وتحاول يعني شايف كيف انحرق. خسران. ادفع 20 حبه. تحب تغش؟ ها وصخ النخل. قبلني في النخل، قبلني. من اول بلوكه ميت الولد. هلا يا شباب، وتحاول تمشي يعني الين توصل الى ايش؟ الى المكان النهائي. شوف انا الحين ما شاء الله علي امور تمام. اوكي انحركت. المهم بدو وصلت لفم الافعى هناك، فانت امورك تمام وفزت معنا بالدامج. يعني للحين ما حطينا تسعيره، بس يعني هذه تجربه. الى نفتح اللعبه باذن الله في الحلقه الجايه نحط السعر المناسبه، وبعد باخذ راي المتابعين ان شاء الله. روحوا ايش رايكم تبدون في الدار؟ مع المطر اهم شيء حتلسع. نشوف اكثر واحد وصل فينا مسافه. حلو. اوكي مو مشكله. يلا انا ادفع بلوكت جولد وانا بلوكت ايرون. لا وش دام ننتش مطانيخ انت. شوف شوف دايموند من الرايت. خلاص اسمع اسمع، كل واحد يجيب كل واحد يجيب بلوكتين دايموند. يلا بلوك 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 يا شيخ بلوك. انا بلوك انت بلوكتين. بلوك تعبالي الثانيه على حسابي. الله يسعدك يا شيخ. راح تحطينا يا سلام. حط حط بلوكتين هناك، حطهم. ما معي يا عيال، ما معي دايموند. انا انا معك دايموند. ما معك دايموند. ايش بحطهم هنا عشان كذا. معه دايموند كثير. من جاب الدايموند هذا؟ اي ابدا ابدا رامي هذا. طيب انا خلوني اخر واحد لو سمحت عشان اشوفكم قدامي. بقول لك شيء بس سر بيني وبينك. تلاحظ انه ارباح محلك قليله اخر فتره. ترى فاتح سوق سوداء يبيع فاير وورك، يبيع اشياء ثانيه في السيف كذا قاعد يتربح. نعم نعم ورع. هذا كلام صحيح؟ يا ولد تخيل ذاك اليوم تحدي ذا الرايت جايب شولكر كامل تي ام تي، بتخيل؟ هو اعطاني اياه. ايوه بدينا تعرفني انا، بخيل ما اعطي احد شيء. بالله عليك بعطيه شولكر بلوكات تي ام تي، قصدي حبات تي ام تي. خلاص عليه قضيه، بيعطيك ليش؟ خلاص تم. انا موافق. اسمع ارجع الفيديو حقه الغبي قال في الفيديو، تذكر قال انه انا اعطيته اياه. عبادي اصلا المحامي حقك ليه تدفع؟ متى نبدا نلعب اللعبه يا جماعه الخير؟ ايوه قضيتين يعني عليك الحين يا سيل. والله يا حنربح دايموند يا سعيد، والله يا حنربح دايموند. متى بس المحكمة تنفتح؟ متى؟ شوف بدا يتلسوا. شوف تعال تعال ارجع تعال 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 ارجع تعال تعال يا شيخ تعال. بدون شيف، بدون شيف قلنا، بدون شيف يا حبيبي. والله حتدفع دامت كثير. طيب يلا مرة ثانية، مرة ثانية. يلا الحين بديت. ها الحين بديت رسمي. اوكي وقف 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 خلاص وقف. ارجع 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 تعال تعال تعال. مش اللعبة هنا هنا يا ابوي، هنا هنا الله يسلمك. توقف هنا. ايوه هنا انت وقفت هذه البلكة. يلا سعيد سعيد روح. هذه حق طريق. بسم الله بسم الله. دن شفت. ايوه ودي ارجع. الله باعر الطريق يا اخي. يعرض اللفة. شوف شوف كيف يعرض اللفة. شوف كيف. ايوه ما عندي مشكلة انك تفوز انت، المهم عديت ري الحين اقدر. يا حتصعب في لفات الحين، تجيكم ضايقه. اوريكم اوريكم انا معرك ذا. بسم الله عليك. انت بتحط ماي؟ حط ماي دبليو حبه حبه. ايه اشوفك. ايوه كيف جبت كل هذا؟ كل شيء كيف جبت هذا اللافا؟ والله يا كثير. ايه شوش 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 عليه شوش عليه شوش عليه عبادي.
واخر رغم توقف قدامه يا وسخ كذا يا وسخ خل ادف والله جو اليوم حلو انا رايق انا رايق يا اخي مو بدي جلل ايوه حطها ايوه خلاص اخيرا يا شيخ ما يبي يروح المطر صدقني انها عندي ولعبتي وباذن الله افوز بالدامندات اني احتاج الدامندات فلازم العب بكل عرق يعني عرفت كيف تكفى اسكت يا عيال احس هو مسويها عارف كيف الزوايا اي خطير على بالي اوه يا رب انت وين موصل انت وين موصل انا باقي حرام تخسر تكفى تكفى يا عبالي لا فاز علي عديت حاول كملها حاول كملها اي اي عديتني حاول حاول كملها والله انا كنت قريب حدك يا الله دفني يا الله والله صدقوني اللعبة لما بنيتها قلت رح تكون سهلة بس لما لعبت وفي منافسة فيها ترى صعبة ترى صعبة صعبة يعني انت تحس ان تحس انه ايش انه خلاص بتعدي يا شيخ خلاص بسرع شوي ما بضل حبة حبة بعدين حتى لسع سريع سريع وكذا ربحت انا يعطيكم العافية ويا السلام احلى 2 4 6 بقى حبتي لو سمحت ارجع لي اياهم هذه الحبة حقتي انا زدتها سمحت شوف انا احتاج دعم اوكي بس فيها كريم بعدين الله بس شابه. والله شوفوا مدري كم احط حسون تسعيره حلوه احط وبعدين بنهايه تربح كم تقريبا على حسب وش قلنا كم يربح ما ادري انا ودي يعني ودي احط زي ذيك تعتمد على الحظ هذا تعتمد على اللعب ما ودي احط بلوك قدام لانه حخسر كثير خليها كل ما تجتاز مثلا جزء معين يرتفع المبلغ ما غير تجتاز الا هنا يصير المبلغ عندك تربح حبتين اللي يوصل هنا اما ينسحب وياخذ حبتين او انه يطمع عشان يصير فيها ذيك الحكي عرفت نفس ما هو عرفتها فيك تربح يا ولد ابغى اربح ابغى اربح او انه يكمل مثلا يفوز بلوك طيب مو مشكله طب باخذ راي المتابعين وانا نخلي ممكن ذي نخليها كيفكم تحديث اللعبه نحدثه بعدين فهمت علي مثلا اذا لعبتوها كلكم بحلقاتكم في بثوثكم والاشياء هذه خاص مليتوا منها ممكن نضيف بعدين ابديت نخلي الفكره هذه موجوده فيها تايمر مين يخلصها باسرع وقت اوه اللعبه جماعة خير يا اخي الشباب يعطيها افكار رهيبه والله الله ناس اجل شوفوا كبدايه انا اقول نحطها لعب عادي اللي هو من البدايه للنهايه بعدين بعد مثلا اسبوع اسبوعين نبدا نسوي ابديت اللي هي حقه الليفلات اللي نحب الدايموند نحبتين ثلاثه هناك اربع مثلا وبعدين نسوي بطوله بتكون مره حلوه اي حقه التايمر عشان الناس اسرع واحد إيه. فبتكون مره حلوه خذ اراء التعليقات ممكن ترى افكار يعطوك افكار حلوة. بالضبط انا يعني مبدئيا اشوف يعني وابي راي المتابعين بعد في الكومنتات خلينا نقول اذا يدفع حبتين ياخذ اربع ايش رايكم يدبل الدايموند حلو صحيح يدفع حبتين ياخذ اربع حبات دايموند كذا اموره تمام كذا يدبل حبات الدايموند اللي يحط كذا ايش كيف كذا يحط حبتين ياخذ حبتين يربح حبتين يربح حبتين اي يربح حبتين صعبه شوي دبل لا خلا مثلا اربع حبات اسمع عشان تصير رخيصه والكل يلعبها يدفع أيوة. حبه يربح اربعه اذا وصل يدفع حبه يربح اربعه خلاص نفس نظام الدجاج كذا خلاص بنشوفه بنجربها اسبوع وبراي راي المتابعين سعيره حبه اخر شيء يدفع هناك اربع حبات داون بنشوف بجرب اول اسبوع ممكن ولسه ها ايش هذا أبجرب. السلام راح اول زبون ليتس جو يا شيخ هذه ها اللي يموت اول بلوك ترى يعيد لا تكفى عطنا عطنا من هباتك هذه تكفى لا قام ايش اسمه يسوي سبرنت عبادي خليه يوخر الكلب ذا عبادي ما سالك شيء ايش اسمك يا اخي يا اخي با انا عرق نفس المكان يا اخي هذا الكلب يا قهر لكن شوف وربي انه فيني حكى ابغى اجرب مره ثانيه لكن في الدايموندات جد العبوا في حلقاتكم يا جماعه خير وباذن الله وبثوثكم في حلقاتكم هذه ويعطيكم العافيه وباذن الله ها نبي ما نجينا معك نبي تسوي لنا نبي تعطينا تذكر تجربه مجانيه في حلقاتنا تذاكر نلعب واجب اي نبي تذاكر تجربه مجانيه كم تجربه تبي انت كريم وحنا نستاهل ان شاء الله بعطيك تجربه ما تشم غيرها تراني مطفر الحين انا اعتبر الان اثر واحد بسيفر ترى كل ثروتي انا حاس كل ثروتي حتروح للذياب يا اوه شايف ثروه قاعد من بدايه السيفر شايف الفيرورك اللي انت قاعد تدفع لي اياه وهذا قاعد يدفع لي اياه واللي قاعد يدفع لي اياه كله تجمع بيروح للذياب
استنستوا كذا انت وياه ما في تذاكر واخر انت وياه خلاص دقت معي يا شيخ ما ادري يا شيخ وين الجاب خلينا نعطي دمدات وافتك واسكر حالك يا شيخ خلاص ما في بلاش تروحك بعد تذاكر ما في تذاكر جرب اللعبه ادفع لي فلوس عشان تحس فين الفقراء عشان تحس فين يقطعش شوف اخذت ستاكين عباد يجيك بيتكم ترى انا قريب عليك اجي شوف هذا ياخذهم شوف هذا راح ياخذهم فشيل بسرعه شيل شوف زلفهم شيل بسرعه لا اخذهم شيل اخذه والله اخذه شيل بسرعه لا اخذهم هذه هديه مني اليك لانك صديقي العزيز جدا ودائما عاضلا وعشان تعين نفسك عشان تحفر جديده محل فاير وورك الحين سؤال نشوف فرع لفاير وورك فريفي هيك عشان اشياء جميله دامد الدامد المسروق اذا صار مسروق من احد بدل اللي صار جالي الشخص سرقه واعطاني اياه يصير حلال صح او ماي جاد يلا يلا يعطيكم العافيه ويلا جربوا لا تقصروا معي جرب اللعبه يعني مرحبا يا مرحبا عباد مرحبتين واهلا وسهلا يا اهلا وسهلا حياك الله استاذ ذياب يا ترحيبه من قلب ذي ولا من انت اول شيء ما تدري اني صار من الصباح ادورك من الصباح ادورك وذياب نايم يا جماعه خد عرفت بالموضوع انتم بديت الحلقه وذياب نايم الحين اول ما قام نوم سحبت صوته باقي في نوم حياك الله استاذ ذياب حتى تدري حتى قومت حقين التويتر يسوي لك منشن بس على حط جوالك ميوتنت الحمد لله دخلت شفت المنشنات حفلات 40 واصله حفلات خلص الاسبوع وزياده حتى بعد ولكن انا رحت للاحصائيات وشفت كم جاب بسبع ايام وكم دقيقه خلنا نشوف اصبر 7 أيام و35 دقيقة 35 دقيقه يمكن جاي فيها يمكن 2000 مشترك 3000 مشترك 35 دقيقه ب 35 دقيقه بس ها كم توقع كم توقع ابي توقعات اتوقع 1500 فوق 2000 1992 مشترك تعرف هذه الذياب كم دايموند يعني والله ما ادري حط شوكر خلينا نشوف طيب ما ادري شلون احسب هذيك وش يعني شوكر كامل شوكر كامل دايموند اصبر وش الكراتك هذا وش الكراتي انا اصبر ثواني كل يوم بتصور حلقه اكلمني كيف عليك هو شوف الحمد لله استفدت بس انه عافيت راح تجمع دقيقه وين دقيقه وين كلهم جمعوا انت عبادي ولا والله شوف يعني شوف في ارباح وجمعت ترى كميه كبيره يعني صراحه 1990 تقسيم 60-64 يعني 31 ستاك في كسور عليها يعني بس كسور ترى 12 حبه لا 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 وشو لا حبه واحده ما تنقص ذياب 31 و12 حبه ونص تبي النص بعد نجيب لك النص نص وشو نص حبه يعني نص حبه الدايموند ايه اكسر لك يا لا لا خمس حبات ايرو ما طيب بسم الله الرحمن الرحيم بين نستعين اول شيء نبدا نفرض لك اياها لما تقول لي خليك هذا ولا بعد قلت ترجم لك شوكرات عادي انت خليك هناك انا تجي والله يخلي لنا عبادي والحلقات والافكار اللي سووها ذي بالسفر ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله كلها تجي فكره كلها تجي حلقه ايش رايك تساعدني بالتكسير ما تاخذ ولا شيء لا لا ما احب يلا من بعيد انا ما احب اتعب في الدام تحب الدام تجيني ببلاش ايه بس قاعد ناظر نجمع زياده ما قاعد يكفي اذا ما يكفي روح للمحل عادي ترى لا لا المحلات معليش نكسر تثبت نام تكفى نام ابو حاط السلسله تحت الافران ما تقدر تنام وتراسك فوق وفر راس كبير ذي انا اقدر انام والله عباد شوف 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 عباد ترى والله ترى متعطيني زياده شوف شوف شكلي راح اعلن شوف شوف ذياب انا شوف الى الان انا ما اعطيك كل الدامج اللي عندي ثندر تشست ليش يعني كل الدامج حتى من المحال حتى المحلات انا ما ادري ما اخذتها الفتره الاخيره بس ولكن ارباحي نازله ما اخذ نظر عليها ارباحي نازله لانه مع تسبيد يبيع تمام اعطني الدامندات بدنا انا اعطيك نصيبك ان شاء الله ما اخذت شيء لا لا اعطيني والله ما اخذت ولا حبه والله هذا لا كنت معبي الانفنتوري اوكي حلو ولا حبه ويا رب اصلا يتهمني لا يتهمني بعد يتهمني طيب الشوكر كم 27 صح هو تدري ما يكفي تدري مع او ماي جاد وش ما يكفي الشوكر ولا وش ما يكفي بس علمني الشوكر ما يكفي اها عاد عادي حولهم بلوكات عادي يقطع بالوناسه لا مو سالفه كذا هو الشوكر ما كفى والدامدات اللي بعد ما كسره ما كفوا عبادي تذكر ايش قلت لك في الحلقه اللي راحت الدمعه قاعد تنزل لا 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 من ما اخذ حق المشتركين لا 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 اصلا 21 بلوكه ترى ما حد يسوي شيء برفع عليهم ارفع عليهم السعر الحين بعد ما طفرت انا كل ما املك الان صار لك
تدري ولا ما تدري انت وراسك؟ طيب اسمعني، هذه 27 28 29 30 تمام، و12 حبه 12 حبه سامحنا في النص الله يسلمك. نص حبه يعني؟ اي نص حبه سامحنا فيها. حبه حق كم مشترك؟ نقول يرغب اشتراك. لا 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 كذا عاد كذا عاد حاليا ثلاث ستاك برو. اشوف بلاي ودي ترميهم كذا، حطهم في الدبل تشيست، شوف كم مجموعهم، سويهم بلوكات، ودي نتاملهم يعني نحللهم شوي. خلينا ناخذ من متجر سبيد هذا شربون عندك سي فيها بيكون وزياده بعد، شوف هذا بيكون بيكون من دايموند، وعندك تقريبا حول وين سبيد وين سبيد. انا اعطيت معروف لسبيد انه اعطيته خريطه يبيع فيرور، ابي يعطيني معروف الحين. أيوة. بروح لسبيد انا ضفرت سبيد، تعال اعطيني ابي دايموند. عبالي ترى شو الكري حق الدايموند وارباحي انا اصلا من محل. لا ارجع خلاص راحت عليك رجع. لا 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 بيسوي شيء. طب اسمع بالله يفرضهم كلهم حطهم هنا، حللهم كلهم، حطهم في التشست. يا والله بالله يشتركوا في القناه يا الحالين اللي املكهم ستاك ستاكين ثلاثه اربعه خمسه ونص. سويت اغرب هامر في ماينكرافت بالله كسروا شوفهم بالارض بالله. ليه 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 اعطيني تين لهزهم شيطان شيطان لهزهم شيطان ايش قاعد تسوي ايه من كثرهم الحين. لعاد تجي تقول لي عبادي حب الدايموند تمام. التاخير يا اخوان من عبادي، انا كنت اطلب 28 حبه دايموند الموسم السادس 2019. انا حبيت اسوي فعاليه وكذا الف علي، انا ما توقعت هذا العدد صراحه من الاشتراكات. شكرا. كنت متوقع كان عبادي متوقع 200 يا اخي انكثرت 500 600. انت استوعب ترى كل اللي اشتغلته يا جماعه اخي كم صار في ارت ماينرز قاعد اشتغل شهرين كل اللي اشتغلته خلال شهرين يعني اكيد صرفت دائما داتا وكذا يعني فعليا كل صرفته راح للذياب. شم ضايلك دايموند اعلن خروج عن ارت ماينرز طجل ذا من ذا افلاسي افلاسي عباد عنوان الحلقه اعلن افلاسي من سيفر ارت ماينرز. دقيقه كان في برج الدامج ما حد بيصحك للمحتاجين صح؟ انا محتاج يا شيخ انا محتاج بس بروح اخذه قبلك يا مصخر خلاص عندك دايما دعت انت. المهم عزيزي المتابع يعطيكم العافيه، اعلن افلاسي الان في ارت ماينرز، والخطه اللي كنا بانينها اللي بنصير اغنى ناس السيرفر راحت في مهب الريح في حلقه واحده حلقتين اللي هو حطوا لايك اشتركوا في القناه يعني اصبر هذه فبها مقوله صدق اكتشفت ان المقوله الحقيقيه. أيوه. يقول اذا اردت النجاح لا تعمل بالجهد بل اعمل بذكاء. ابدا اعمل بجهد لا عملت بذكاء. نراكم على خير اخر حلقه. فما لله كرست اللعبه حتى ما ادري ايش صار.